ولا احنا عشان في ظرف استثنائي فمحتاجين برضو يعني ايه المسألة تمشي اصطفاف. وما نقفش لبعض، ولا لا لازم يكون البرلمان حاضر وبقوة في وجه مؤسسات الدولة؟ طيب العلاقة ما بين البرلمان وما بين مؤسسة الرئاسة وفقا للدستور المفترض تكون طبيعتها ايه؟ على ضوء ما تحقق وما شفناه طبعا في الفترة اللي فاتت، فهنتكلم على الفترة القادمة، هل احنا راضيين عن الأداء؟ هل محتاجين شغل أكتر؟ فاخترنا يكون معانا 2 من السادة النواب، يعني هنسألهم، هو مش تقييم بس نفهم هم بيفكروا ازاي وشايفين ازاي دور البرلمان وفي الفترة دي. معانا في الطريق الاتحادية النهارده دكتور أيمن أبو العيلة عضو مجلس النواب، أهلا وسهلا بك يا سيادة النائب. دكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بك. خلوني ابدا بالسؤال البايخ، يعني عارف ان هو بيقول لك هو انتوا ما بتوزعوش الجلسات ليه عشان نعرف انتوا بتعملوا ايه؟ ما بنزهقش على فكره، بنبذل مجهود عشان افهم هم بيعملوا ايه. بس انا يعني لما بسمع والله عايز اقول جوه البرلمان في شغل كتير بيحصل بامانه، يعني عايز اقول لما بشوف مثلا انتوا النهارده هنتناقشوا النهارده حاجات كتير جدا وكلها كل قانون في مجاله مهم جدا ونقله نوعيه، بس انا يعني لو الناس تعرف بتفاصيل وناخد كده كادرات ونقاشات مختلفين ومتفقين، يعني عايز اقول ايه، تخطينا نقول ايه اول 3-4 شهور اللي كانت الناس كلها مبتدئه او 50% 60% مبتدئين، بس خلاص يعني الامور مشيت، ولا انا فاهم غلط؟ لا حضرتك فاهم صح، يعني اعتقد ما فيش كثير من النواب يعني يرغبوا في عدم اذاعه الجلسات، والجلسات شبه علنيه، يعني انا بشوفها في التلفزيون في لقطات في الشعب كتير، في الشعب كتير قوي قبل ما يقف، لان هو بيذاع دلوقتي على اللايف. لكن مش هي دي القضيه، انا اعتقد بس هو يعني اعتقد ان لو حصل اجماع داخل البرلمان على اذاعه جلسات هيئه المكتب، معلش انا اسفه ان انا هبقى رخمه برضو واقطع، لان كل من قابل حد من الساده النواب يقول احنا مش ضد، احنا كلنا عايزين البرلمان يوزع على الهواء، امال مين اللي مش عايز؟ والمفترض لو كلكم عايزين كده ولا ايه معتز؟ نعمل طلب ويتقدم ويتناقش وتنتهوا بقى للقرار اللي هو ده قرار لائحيا، قرار اللجنه العامه بتوصيه بعد كده بتعرضه على هيئه المكتب وبيعرض على البرلمان ككل. يعني زي اجراءات ده، يعني الساده النواب اللي عايزين البرلمان يتذاع تجمعوا توقيعات، احنا فاهمين غلط؟ احنا بنجمع توقيعات، بنقدم الطلب للسيد رئيس المجلس، بيعرضه على اللجنه العامه، بعد كده اللجنه العامه بتعرضه على هيئه المكتب. ما جمعتوش حاجه؟ لا هو في بعض على متهيألي بعض الـ بعض الـ انما انت عايز الحق ولا ابن عم؟ هو الدكتور انا هقول على طول الدكتور معاك. يعني انا شخصيا مع الرغبه الجامحه ان الجلسات تذاع، لان انا شايف رغم ان هناك بعض السلبيات هتحصل، ولكن المحصله النهائيه هتكون في مصلحه المجلس وفي مصلحه الناس، لان انا مش عايز اقول او ادافع عن نفسي او عن زمايلي كنواب. أيوة. ما يقوم به المجلس للامانه وامام الله، وهذه شهاده يعني اقولها لوجه الله تعالى، فعلا جهد مبذول ولكن غير محسوس، واحنا بنحس، وانا بقول بمنتهى الصراحه في دوائرنا حتى الناس ما بتحسش بفعلا بالجهد اللي بيبذل. يمكن يعني الزعيم قال ايه؟ قال مجموعة قوانين واشياء كثيرة جدا مثلا اتناقشت النهاردة في منتهى الأهمية، فين على ما الناس تعرف هذا لما يتقال سطر في الإعلام كده كخبر، غير لما نشوف بقى شغلكم فيه بالظبط. أنا صراحة أشتاق إلى ما أنت قلتيه، وبقول إن ده جزء أساسي يجب أن يعود حقه لنواب الشعب، ان الشعب يشوفهم. وبالعكس ده انا بقول ان ده هيؤدي الى، حتى لو حد يعني مكسل شويه، اللي ما بيجوش يجوا يعني هيحصل نوع من الحماس الاكثر والازيد. مين بقى اللي بياخد القرار دي؟ عايزه حسبة. طب خلاص، بس نقف نقطة هنا بقى، بس هي دي حلقة مش مذاعة على الهوا. نقف عند هيئة المكتب، انا اكتفي بهذا القدر.